من أجمل الأفلام المصرية القديمة، ولما جم يعملوا تصنيف لأفضل 100 فيلم طلع هو رقم 9 يعني في الأفضل، ودي مرتبة متقدمة جدا. من أجمل الأفلام لأنه كان فيه كم رهيب من نجوم، نجوم الصف الأول في مجالاتهم، لأنه كان فيه مجموعة من الأغاني الرائعة، لأنه كان حالة خاصة ما تكررتش. فيلم غزل البنات، نجيب الريحاني وليلى مراد ومحمد عبد الوهاب ويوسف وهبي ومحمود المليجي، كمية غير طبيعية من النجوم، وده كان الأفيش بتاعه. غزل البنات ده اتعمل في نهاية في الأربعينات، وحصد كمية حب وإعجاب بخلاف الإيرادات يعني. ونسيت أقول أنور وجدي مخرجا وطبعا وضيف شرف فيه ومنتجة. هي أنه الأفيش ده بعد كل السنين اللي فاتت دي هيتغير، صورة ليلى مراد ونجيب الريحاني هتتبدل وهيبقوا ناس تانيين. تفتكروا الأفيش الجديد عامل ازاي؟ محمد صبحي وغادة رجب في غزل البنات، ده مش فوتوشوب يعني هزار، صحيح ان الأفيش هزار انما المشروع بجد. محمد صبحي هيعيد تقديم غزل البنات بشكل ما على المسرح. نفس الفيلم يا أستاذ صبحي ولا مختلف؟ هو الحقيقة كانت تجربتي لإحياء تراث الريحاني أنا اكتشفت اللي عنده فوق 60 سنة، 60 سنة ما شافش الريحاني على المسرح، وده اللي دفعني أن أنا أعمل لعبة الست في المهرجان الأولاني لإحياء تراث الريحاني وتكريم للريحاني. لما قدمت لعبة الست، لعبة الست كانت أصلا مسرحية وتعملت فيلم، هنا غزل البنات فيلم وهيتعمل مسرح. يعني رايتنج يعني كتبت يعني، فعملت اعداد لغزل البنات احافظ على روح غزل البنات لان فيها صعوبه، ونفس السيتويشن نفس المصير، انا بلعب على لعبه الحب المستحيل. يعني هو بيلعب على صوره اديتها له اهدتها له ليلى مراد، عباره عن الكينج كونج بتاع زمان اللي ماسك البطله ومستحوذ عليها. حب المستحيل يعني حقيقة، أو الحب من طرف واحد، ما هو الحب المستحيل. لا وسنه وسنه، ما هو اللي حبها لها. هي أنا عامل بس حاجة، كان في الفيلم في شيء خطأ. إيه؟ أن ليلى مراد في أدائها كانت بترمي حاجات عشان يفهم غلط، ودي كانت أكبر غلطة في الفيلم. حتى معرفوش يصلحوها لما قالت له أنت بتفكر تتجوزه، وهزقته عشان نتعاطف مع الريحاني. وانا ضد الفكره دي، انا مخلي البنت هنا بريئه براءه متناهيه، لان في اخر فيلم غزل البنات بيبان انور وجدي. انور اللي كانت بتحبه، اللي هو محمود مليجي اللي بيضحك عليها. انا مطلعه من اول الروايه. طب بيتكلم استاذ صبحي عن البراءه، وهي فعلا زي ما قلت كده ملمح مهم جدا في صوتها وفي شكلها وفي ادائها. هي قريبة من القلب جدا لأنه الناس شافتها من وهي صغيرة، يعني من يوم ما غنت القمح الليلة على المسرح وهي صغنطوطة خالص 8-9 سنين مش عارفة، لحد اللحظة دي دايما محافظة على شكلها على أخلاقها على علاقتها الودودة بالناس، بخلاف صوتها اللي دلوقتي مش بس صوت هيغني إنما هيغني وهيؤدي أداء مسرحي مع أستاذ محمد صبحي. أنا عمالة أتكلم على الجميلة الفراشة غادة رجب. ولا محمد صبحي. اوعى تكوني نمتي يا غاده، احنا طولنا عليك شويه معلش. لا لا انا مستمتعه بالحوار. معلش بقى، بس انا بسمع الاستاذ صبحي بحس عارفه المغناطيس اللي هو لازم افضل قاعده بسمع وبركز جدا في حواره. من يا بنتي ده انت مطربه وبتطلعي على المسرح والناس انت قاعده عماله تتفرجي على الاستاذ صبحي. خبر ابيض من صغرها. لا هي جمهور اساسي عندي في المسرح. طبعا طبعا انا حضرت وجهه نظر في المسرح، ما كانش فيه يعني وجهه نظر. وعد حضرتيها حضرتها كده كنت يعني كانت مسرحيه كنت بموت فيها، بحب طبعا ما حضرتهمش يعني بس بحبهم بتفرج عليهم دايما، الهمجي والتخاريف والجوكر وبحب قوي المهزوز، كنت بحب قوي مسرحيه المهزوز. المهزوز وانت حر، وانت حر حلوه قوي قوي. وحضرت بقى بعد كده بعد
كانت يعني تعرفت على الاستاذ صبحي وكده، حضرت هو عزمني على ماما امريكا وونيس وبعد كده مهرجان المسرح للجميع. حضرت كان من امتع الايام والفترات اللي قضيتها في حياتي، كان يوم او يوم لا، مره كارمن يوم، التاني يوم لا، لعبه الست يعني دخلتهم ورا بعض ورا بعض. واخر مره دخلتهم سكه السلامه من نهار عياط. لا ما انا عايز اعرف، هو انتوا تعرفوا بعض من زمان؟ يعني لما زي ما قالت غاده يعني اعرفها وانا معجب بيها. ما انا من جملتين انت قلتيهم، فنيا فن محترم، واخلاقيا وسلوكيا وانسانه نحترم قوي، بنت ناس وجميله و... فانا الحقيقه بتفائل لما الممثل اللي تبقى عيني عليه انه انا شايف انه جواه حاجه لسه ما طلعتش. انا عندي استاذ صبحي، انت غالبا مش بتجيب ناس مثلا، انت بتقعد عشان تناسب الناس اللي تعمل بحث اجتماعي وتقص لهم شعرهم وتقص لهم ضوافرهم؟ لا صعب قوي. هي اول برضو ما كلمتها في التليفون قلت لها غاده انا في دماغي كذا، فاتخضت طبعا، اترعبت. وانا ما زلت مرعوب. بحترم ده، انا بحترم ده يعني ليه؟ لان غاده حافظت على صوتها، حافظت على المستوى اللي بتقدمه من الطرب، فعلشان تعمل تمثيل مع الطرب انا اللي مش هقبل ان تبقى كممثله اقل من غناها. يا غدا فكري، انا خايفه جدا هيطلع روحي. لا انا قلت له، انا تأديب وتهذيب واصلاح وسعيده. اسمعي كلام يا بنتي، انت بتغني حره نفسك طليقه. احنا المطربين احنا متدلعين اصلا، انا دايما بقول كده يعني. احنا فعلا متدلعين، بس انا انا فرحانه جدا بالتجربه كلها، انه يعني كمان انا بعشق المسرح. وقفه المسرح دي بالنسبه لي هي يعني عشان كمان في مفهوم خاطئ. غادة بدأت بروفات يعني، وأنا اكتشفت فيها إنها لا بتجتهد، ومش يعني مش مسألة لسه واحدة هتتعلم يعني، لا بس عندها استعداد إنها تتعلم كويس. بس حتى غناها على المسرح هتلاقي فيه هي مشكلة. ليه؟ لأنها مش واقفة قدام الميكروفون وواقفة طبعا سولو تغني، لا ده بتأدي يعني يعني لو ليلى مراد في الفيلم عشان السينما في الكادر معمولة كادرات، هي على المسرح لازم تغطي لي هذا الفراغ في الأغاني اللي بتغنيها، في تفاعلها مع الممثل اللي قدامها. يعني دايما أقول أنا ما بحبش أتفرج على أشوف مطربة واقفة قدام الميكروفون، أنا لازم أعمل كده وأسمعه أو أسمعها، لأن حركتها محدودة وتعبيرها محدود. انا ما بقللش من ده، لان ده برضه وقفه مسرح. لا السينما حاجه، ده السينما واداء المسرح حاجه تانية. بالنسبه للغنى هيتوظف زي التمثيل يعني، لازم هتتوظف حركتها. طب قولي لي يا غدا، حذرك من ايه او اشترط عليك ايه، ولا لسه هو ايه بياخدك بالراحه؟ لا بالراحه خالص، بيتعامل معايا سايكولوجيا. ازاي؟ اديني فكره. انا دي كشفان بقى. اكلمك الاول في التليفون عادي جدا. وقال لي طبعا على موضوع المسرحيه وكده، طبعا قمه في السعاده وقمه في الخوف على يعني نفس القدر، وما زلت خايفه جدا، وطول الوقت عندي هواجس ان انا يا على تقل دمي هبقى قد كده ثقيله، هبقى بس هو اللي بيطمني. جيت روح عملت بروفات الاول يعني مع الاستاذ صبحي بس انا وهو، فبحس يعني ايه، خدني واحده واحده كده. بعدين قال لي هنبدا نعمل مع المجموعه، قلت له يا نهار اسود دول كلهم بروفيشنال. فقال لي لا انت مش هتعملي حاجه، انت بس هتتفرجي كده علينا وبتاع وكده. فاطمنت فروحت تمام، خلصوا كانوا بيعملوا تقريبا خيبتنا. وبعدين دخلنا على غزل البنات، فجي بداوا يقروا بتاع، فجيت عند ليلى مراد فما اتكلمتش، وقال لي مش هتعملي حاجه. بصلي قولي. رحت بقى رحت عامله، لا قالت بشكل مريح بالنسبه لنا احنا في البروفات القرايه، بتبقى مش طالبه تمثيل، انت طالبه انك تقري بحياديه بس بفهم يعني. عايز اقول لك حاجه بس مهمه قوي، الاطار السلوكي والنفسي للفرقه، هي داخله على فرقه سويه. انا مثلا شفت هدى، انا هدى دي فاكراها في ونيس لما كان بيشيلها بالفيجن. فرحت مثلا قوي بيها. استاذ عبد الله مشرف طبعا بموت فيه يعني، في يعني قابلت ناس كتير فعلا
طب عايز اقول الاسماء يعني في غزل البنات في عبد الرحيم حسن وفي محمد ابو داوود وفي عبد الله مشرف وامل ابراهيم وطبعا دور اساسي في غزل البنات هناء الشربجي ودور مختلف فظيع يعني هو مين بقى مين الفيلم خالتها مش موجودة في الفيلم لا هي بديلة فردوس محمد ما ينفعش يبقى معانا استاذ حمام والزغليل هي هتمثل وانا هغني ايوه طبعا لاول مره على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح لا لوحدها تغني لوحدها الأول أغنية يا أستاذ صبحي ما ينفعش كده عشان أنا أختم لكم حلو يا أستاذ صبحي عشان ما نقفلش الحلقة من أولها وهتروح تشتغل معايا مش هعرف أغني معاك ينفع يا جماعة دلوقتي هم لسه بيعملوا بروفات المسرحية ومش عارفين يعني الشكل النهائي هيبقى عامل إزاي أبو في بروفة كويسة بكرة إن شاء الله وهتبتدي برضو المسرحيات دي من بعد العيد يعني هتحطوا لها جدول إن شاء الله لا طبعا غزل بنات إحنا بنعمل بروفات تأسيس لأنها بعد خيبتنا يعني هتنزل خيبتنا وبعدين تنزل تبقى 3 ايام و3 ايام مناصفة يعني في العرض انما بنجهز غزل البنات علشان لما ابدا في خيبتنا يبقى الجهد اللي هنبذله في غزل البنات يبقى قربنا يعني طيب هو الموضوع بسيط خالص انتوا بس هتقربوا من بعض شويه وهنجيب طربوش لاستاذ محمد صبحي ودريكسيون لغدا رجب ما فيش اي حاجه ناقصه على مشهد عيني بترف وراسي بتلف ما فيش اي حاجه ناقصه ايوه انت هتقعدي تعملي كده زي السنه ايوه يعني الشوت ماشيين في شارع يعني اللي بيسوق بقى كده دايما السينما كله الابيض واسود ايوه طبعا عشان يبقى ماشي هي غدا هتعمل كده بالظبط انت تلبس الطربوش استاذ حمام بترف وراسي بتلف وعالي فاضله ضيا ويخف عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضله ضيا ويخف تسمحيني بكلمة واحدة ايه قول يا نور العين نفسي اعرف بدي اعرف احنا رايحين فين رايح عالبلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع اهل الاشواق وريحينا البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع اهل الاشواق والله انا حاسس لا مفيش حاسس بإيه قول ما تلبيش حاسس بمصيبة جيالي يا لطيف يا لطيف مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف حاسس بمصيبة جيالي يا لطيف يا لطيف مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف أنا عايزة حاجة حاجة إيه؟ حاجة تاكلي؟ أكل إيه؟ أنا عايزة إيه؟ عايزة أفرح، عايزة أغني، عايزة أبوسك مش عارفة ليه؟ يا لطيف، بوسي، بوسي يا غادة، بوسي، بوسي يا ماما، بوسي. واقول يا قهوتي علشانك انت قد ومكتر ولا احبتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا قهوتي علشانك انت قد ومكتر ولا احبتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا قهوتي علشانك انت قد ومكتر ولا احبتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول عشانك تهوي بالنار ولا احبتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا قهوتي عشانك تهوي بالنار ولا احبتتي
وادخل جهنم وانشوي واسوق واقول يا لهوتي. أول بروفة تحصل بالنسبة كمان، أول مرة نعمل بروفة، كان البروفات دي لسه قدامها شهرين ثلاثة. طب عايز أسألك سؤال، ممكن أنا أسوق جنبك؟ لا 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 دي؟ لا 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 يا خبر. بس طبعا مع تحفظنا الاخلاقي يعني على نفس ابوسك. بوسي يا غدا. بوسي. ما اتلخبطت يا راجل. ايه ده، ايه الجمال ده، ايه والله انا نفسي اتبسطت. لا انا حاسه انا عايز اروح المسرحيه دلوقتي. حلو قوي، الحمد لله، حلو قوي. ابنائي اعزائي، فلذات اجوازي، ما تمثليش، اقف النهارده معاها على خشب في المسرح، يعني حاجه كبيره قوي. وتشوفي هنفع ولا مش هنفع ولا لا، امشي وما تكمليش. يا اموره تضايق منك. لا لا ده احلام، ده يوسف بيه ده. بس بيلعبنا كده يعني. ممثل بيقول الكلام من غير احساس. هفضل انا، هفضل انا.